السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بدرس الإملاء من الأسبوع الأول الوحدة الثانية، دائما مرجع منار اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، تحت عنوان همزة بنين. إذا الجزء الأول تقديم الدرس، إذا ألاحظ وأكتشف. إذا أقرأ الجمل الآتية وأكمل ملء الجدول بحسب المطلوب بعد نقله إلى دفتري. إذا الجملة الأولى، لاحظوا معي المثال: ترك ابن بطوطة طنجة في اتجاه الشرق. إذن ثو إثبات الهمزة، إذن لاحظوا إثبات همزة ابن، إذن ليس هناك حذف، إذن السبب ليس قبلها علم، إذن ليس قبلها علم. ابن طفيل من أشهر العلماء الأندلسيين، إذن كذلك إثبات همزة ابن. إذن لماذا؟ إذا وقعت في أول الجملة، إذا وقعت في أول الجملة لأنها جاءت في أول الجملة. يوسف بن تاشفين مؤسس مدينة مراكش، إذا حذفها، إذا لاحظوا معي الهمزة محذوفة، إذا سنضع علامة هنا. إذا السبب لأنها وقعت بين علمين، إذا وقعت بين عالمين، وقعت بين عالمين. لاحظوا معي المثال الموالي: ابن وطني ساهم في خدمة الوطن. إذا كذلك الحذف، حذف الهمزة. لماذا؟ لأنها جاءت بعد النداء، إذا أو وقعت بعد النداء، وقعت بعد النداء. ابن هذا الوطن العزيز انت، اذا لاحظوا معي كذلك حذف الهمزه. اذا لماذا؟ اذا جاءت بعد الاستفهام، اذا وقعت بعد استفهام، وقعت بعد استفهام. اذا نستخلص من هذا الجدول بان اثبات همزه ابن عندما يعني نكتب الهمزه عندما لا ياتي قبلها علم أو عندما تقع في أول الجملة، وتحذف إذا وقعت بين علمين، جاءت بعد النداء أو بعد استفهام. إذا لاحظوا معي الأسئلة، إذا السؤال الثاني: ألاحظ همزة كلمة ابن في المثالين الأولين، ثم أبين الكلمة التي قبلها في الجملة ألف وموقعها في الجملة باء. إذا الكلمة التي قبلها إذا فعل، جاءت بعد فعل، إذا ليس باسم علم، وموقعها في الجملة باء، إذا جاءت في أول الجملة. إذا أذكر، إذا هنا موقعها، إذا لنحدد، إذا أبين الكلمة التي قبلها في الجملة ألف، إذا الكلمة التي قبلها إذا فعل، وهنا موقعها في الجملة باء، إذا جاءت في أول الجملة. السؤال الموالي: أذكر سبب إثبات همزة ابن في المثالين ألف وباء. إذا السبب ليس قبلها علم، إذا ليس قبلها علم، ثم وقعت في أول الجملة. السؤال الرابع: ألاحظ بقية الأمثلة وأقارن بينها وبين المثالين الأولين. إذا بالنسبة لبقية الأمثلة، إذا حذفت الهمزة، إذا لمجموعة من الأسباب. إذا أذكر الكلمة التي توجد قبل بني في بقية الأمثلة الثلاث: جيم ودال وهاء، وأحدد نوعها. إذا بالنسبة لجيم، إذا جاء قبل الهمزة اسم علام. إذا كما قلت بالنسبة لجملة رقم جيم، إذا جاء قبل يعني الكلمة ابن جاء قبلها اسم علام. بالنسبة للمثال رقم دال، إذا جاء قبلها ياء النداء. وبالنسبة للجملة هاء، إذا جاء قبلها إذا أداة استفهام، إذا وقعت الهم يعني وقعت كلمة ابن يعني بعد أداة استفهام. السؤال السادس: أبين سبب حذف همزة ابن في الأمثلة الثلاث: جيم ودال وهاء. إذا في هذه الأمثلة، إذا حذفت الهمزة، همزة ابن، لأنها يعني وقعت بين علمين، ووقعت بعد النداء، ووقعت بعد أداة استفهام.
إذا لاحظوا معي الخلاصة. إذا تثبت إذا وقعت، إذا همزة ابنين تثبت يعني تكتب إذا وقعت في أول الجملة، إذا لاحظوا أول جملة أو في أول السطر أو لم يسبقها اسم علم. وتحذف إذا وقعت بين اسمين علمين أو بعد النداء أو بعد الاستفهام. إذا السؤال الموالي، إذا الفقرة الموالية فقرة أطبق. إذا لنبدأ مع السؤال الأول، أعلل سبب كتابة ابنين أو ابنين فيما يأتي. إذا ابن زهر مفكر وطبيب أندلسي، إذا ابن زهر مفكر وطبيب أندلسي. إذا تعليل سبب كتابة الهمزة، إذا كتبت الهمزة ابن لأنها وقعت في أول الكلام. إذا بالنسبة للمثال الأول كتبت الهمزة لأنها وقعت في أول الكلام. الجملة الموالية، يا ابن أخي شارك في الحياة العامة، إذا حذفت همزة ابن. لماذا؟ لأنها جاءت بعد النداء، جاءت بعد يا المنادى، يعني جاءت بعد النداء. السؤال الثاني، أكتب ابن أو ابنة إذا في الفراغ وأعلل جوابي. إذا سنقول علال بن عبد الله بن من أبناء الوطنة البررة. إذا أولا حذفت الهمزة هنا، همزة بن. لماذا؟ لأنها وقعت بين علمين. إذا سنكتب، إذا وقعت بين علمين. إذا التعليل، إذا هنا التعليل، علال بن عبد الله، إذا بن حذفت الهمزة لأنها وقعت بين علمين، بينما بن يعني الثانية إذا كسبت الهمزة أو يعني تثبت الهمزة لأنها يعني لم تقع بين علمين ولم يعني يسبقها أداة استفهام أو أداة نداء. إذا هذا هو يعني الجواب. إذا الآن أصدقائي بهكذا نكون قد أنهينا الإجابة عن أنشطة الحصة الخاصة بالإملاء. موعدنا إن شاء الله تعالى مع باقي دروس الأسبوع الأول من الوحدة الثانية دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.